الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. عندنا سنن أبي داود كتاب العتق، سأجيب على الأسئلة بعدها إن شاء الله. سنن أبي داود كتاب العتق في من ملك ذا رحم محرم، روى مصنف بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو مثل ذلك. قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهذا موقوف. ورد عن حسن: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم، هذا احتراز، هذا احتراز، ويطلق على الأقارب من جهة النساء، يقال ذو رحم محرم، ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، فهو حر، يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه، يعني وقت ما اشتراه ولم يعلم بقرابته فعلم فهو حر. ولذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة أيضا وأصحابه وأحمد، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه سواء كان ذكرا أو أنثى على التعميم، والدليل معهم، لأن الأصل يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين لأنه يعتق عليه الأولاد والأباء، يعني الأصل والفرع مع الأمهات، الأصول والفروع مع الأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي القرابة. وكما قلنا الحديث حقا كلام أحمد كلام بحنيفة هو الأسد لأنه الأقرب إلى الحديث. مالك ذهب لأن يعتق عليه الولد والوالدان، يعني الأب والأم والولد والإخوة، ولا يعتق غيرهم. والصحيح كما قال الشافعية أن الفرع وإن نزل والأصل وإن على مع الأم يعتقان، لكن هو لم يجعل أقارب من أقارب من يعتق غيره. والحديث قال: من ملك ذا رحم محرم عمم. وذلك قال أنه اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهنا وقفت على اعتاقه. والصحيح الراجع أن هذا الحديث كان ظاهرا جدا أنه يعتق عليه، لأنه لا يصح أن يكون تحت يده. وذلك الجمهور قالوا: يحصل العتق في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن سفلوا، بمجرد الملك. وأما فيما وراءهم من الأقارب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق عليه غيرهما بالملك. وقال مالك: يعتق الإخوة أيضا. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. وهذا حقا هو الأقرب إلى السنة والأسد. قول أبي حنيفة هو القول الصحيح، لأن النبي أتى به مطلقا، قال: عتق عليه، قال: فهو حر. في رواية عتق عليه، وفي رواية هو حر، ويبقى العمل عموما ما لم يأتي مخصص يخصصه. والحديث خرجه الترمذي ونسائي وابن ماجه. وقد تقدم يعني الخلاف عريض بين العلماء في سماع الحسن بن سمرة، الحسن عن سمرة، وإن كان البعض يرى أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة. ولذلك أبو داود قال: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. وقال أبو داود: من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس متصل، إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال بهقي: الحديث إذا انفرد أو تفرد به حماد بن سلمة لم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه. قال ابن مديني: هذا عندي منكر. قول روى محمد بكر، هذا عبارة من قوله روى محمد بكر البرساني إلى قوله وقد شك فيه، ليست من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكرها المنذري، يعني ما كانت في أصل كتاب ابن أبي داود. الفوائد المستنبطة: عظيم مكانة الرحم، لذلك صلتها كانت من أعظم الطاعات، وقطعها من أكبر الكبائر. تشوف الشرع للعتق، يبقى العمل عموما ما لم يأتي مخصص يخصصه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا
كانوا صلوا عليه وسلموا تسليما.